قبل فترة صار في عندك خراب صار في عندك انكسار الآن يعني هاي الفترة رح تحاول طول الفترة الجاي وانت ترمم مثل ما بيقولوا جراحاتك في شخص رح يساعدك في الموضوع انا بشوف هذا الكرت ممكن يشمل اي شيء العمل المال الحب العاطفة لانه جامع كل اشي بنفس الكرت فبشوف في في شخص عم بيساندك لحتى يعني تمر خلينا نقول تمر من هاي الازمات كلياتها او يرمم لك جروحاتك معك انت ما رح تكون لحالك على فكرة اه خلينا نفتح مثلا هون اوه حبايبي يعني الكروت بيتغير معناها حسب ايش في بجنبها ايش في فوقها تحتها ف خلينا نشوف بشكل عام لبرج العذراء شو مخبيت له الكروت زي ما قلت لك عم بترمم موضوع وعم تحصل على النتيجه اللي بدك اياها روحك عم تتشافى جسمك عم يتشافى إذا كان في عندك على فكرة عم بشوف في يا عملية جراحية مش عندك أنت عند شخص بخصك ولكن هاي العملية يعني اللي هي رح تمر على خير لأنه مبين إنه في عنا يعني زي دعوات زي شي لحتى هذا الأمر يزول. وعم بشوف الموضوع بتحقق يعني عم تتحسن الصحة لهذا الشخص ممكن تكون انت يعني بس الاكتر انه من العائلة عم بيعاني من شيء معين مرض معين عملية جراحية اه ف زي ما بين هون تحت هذا الكرت في نجاح بالموضوع والصحة رح تكون تمام لهذا الشخص اه يمكن يكون شخص عزيز عليك كتير ممكن الوالدة ممكن مش عارفة بس عم بي يعني بالعكس عم تتحسن صحته ويصير أحسن منك أنت يعني إنه أحسن من الإنسان الطبيعي راح يهتم بصحته كتير هو شخصيا لا شايف هذا الموضوع عم بتم على نجاح برج العذراء طبعا من الابراج اللي عانوا كتير بالفترة الماضية داقوا الامرين يعني زي برج الثور تقريبا والله كل الابراج كانت تعبانة وعم بشوف في استمرارية شوي بالتعب ولكن في بشائر خير في بشائر خير كتيرة عم بشوف بالورق لكل الابراج آه كل التحديات اللي عم بشوفها بشكل عام بالابراج عم بتعلمنا هلا يعني زحل عم بعلم الكل عم بكافئ الناس اللي كانت تشتغل بجد وعم يعني عاقب الناس بسموه المعلم الأكبر عم بعاقب الناس اللي شوي يعني انظلموا بالنتيجة كمان عم بيختبر عم بيختبر الصبر عند الشخص عشان يكافئه بعدين عم يختبرك إذا أنت قدها ولا مش قدها في في نوع من ال... عند كل الابراج عم بشوف نفس ال... خلينا نقول النقطه انه عم بصير في عندهم تحديات هذا العامل المشترك في كل القراءات فما تفكر حالك انت صاحب اي برج ما تفكر حالك انه انت الوحيد اللي اللي عم بتعاني او في عندك تحديات الكل عم بتصير في عنده تحديات عم بشوفك بتنتقل من ممكن مسكن لمسكن ممكن من بلد لبلد أكتر شي من بلد لبلد عم بتسعى لهذا الموضوع ولكن أنا بقولك مش هاي الفترة يعني هاي الفترة ما ما كتير أنا بنصحك بموضوع السفر أنت حابب تغير فممكن تغير مسكن ممكن تغير أي موضوع الشغل لا، الشغل لا تغيره يا عذراء خليه زي ما هو منيح شايفه شغلك منيح وفي تطورات في المستقبل فخليك في شغلك لانه في ناس عم بتفكر بتغيير العمل بالتغيير بشكل عام فبقول لك العمل ما تقرب منه خليه ماشي بالنسبه لهذا الكرت كمان بشوف ممكن يمس العاطفه ممكن تروح من من اقصى البرود لاقصى الازدهار الحياة عم تعيش مشاعر جديدة عم بتعيش مشاعر جديدة مع شخص إما جديد ممكن يكون هوائي أو ناري أو مع شخص قديم موجود في حياتك من قبل عم بيصير في التقاء بيناتكم ولكن أنت وياه عم بتكونوا عكس بعض عكس الشخصيات يعني شخصيتك أنت حامي كتير هو بارد كتير هو عم بفكر كتير أنت ما بتفكر يعني بغض النظر عم بيكون في اختلاف كبير مش بس بالأمور الخارجية يعني كعقيدة كبلد كجنسية كعمر لأ حتى بالشخصيات نفسها عم بتكونوا معاكسين أو مكملين خلينا نقول لبعض فأنا بشوف أنت موجود مع الشخص اللي بناسبك. تحتيها مباشرة شايفة برضو في سفر هون يعني فرصتك بالسفر يا يعني عذراء كتير كبيرة خلال فترة ما بعد هذا الشهر يعني مش بهذا الشهر بعد هذا الشهر خلال هاي الفترة اللي احنا عم نفتح عليها عم بتكون في اخبار حلوة عم نوقع على ورق عم بيصير في اشياء حلوة من ناحية السفر عم توصلنا تطمينات ولكن السفر نفسه راح يكون بعد هاي الفترة على الأغلب، آه، كمان بشكل عام آه، رح تواجه حدا إما بمحكمة بقضية أو أمر بتعلق بالمال عم بتواجهه إنك بدك حقك أو هو بده حقه آه، عم تتع... يعني عم تحصل على اللي بدك إياه في هذا الموضوع عم تنتصر في هذا الموضوع إذا كان محكمة مثلا حضانة أطفال أو على مال معين على شيء معين أي شيء في محكمة في قضايا في أمور مالية أنت عم بتكون أكثر يعني الكفة رح ترجح لإلك أنت شايفيتك بهاي الفترة ما عندك جلادة للصبر يعني ما عم تكون صبور بدك بسرعة النتائج مليت وفعلا يعني العذراء كتير كتير استنى فمن حقك يعني بس التغيرات ما رح تكون اللي هي كثيره بهاي الفتره لا شوي شوي عم تتغير للافضل المهم انها تتغير للافضل فنكون بس صبورين شوي عم بشوف ناس بتدرس ولكن عم بتضيع كتير وقت عم بتضيع فرص عم بتضيع مش عارفه ما عم تكون كثير مركزه في الدراسه فنصيحة لبرج العذراء اللي عم يدرسوا أو عم يقدموا لمنح عم يدرسوا دراسات عليا خاصة اللي يعني بلد تاني غير الوطن لا يهتموا في هذا الموضوع كتير لأنه يعني رح يكون كيف رح يكون هو الفاصل في حياتكم رح كتير تلقوا يعني نتيجة جدا حلوة ومضاعفة ولكن لازم كتير انك يعني فعلا تركز على الموضوع ولازم تحاول اكثر من محاوله ما تياس بسرعه لانه شايفه بهذا الكرت شوي شعور بالياس شوي انك مليت يمكن من الدراسه من موضوع معين وممكن يكون مش بس بالدراسه ما عم يكون عندك صبر فبنقول لك لا في لازم يكون في صبر لانه في بالنهايه راح يكون في عندك شخصين بيساعدوك أو شخص بيساعدك في موضوعين أو موضوعين راح يمشوا موضوعين راح يمشوا عندك عن أنت تستنى يعني فيهم فترة طويلة هدول الشغلتين طبعا أنا ما بعرفهم أنت اللي بتعرفهم يعني ممكن يكون موضوع عاطفي زائد موضوع عمل ممكن يكون صحة زائد عمل المهم في موضوعين في مجالين أنت عم تستنى فيهم فرصتين او عم تستنى او امنيتين عم يعني بتستناهم عم بيكونوا بين ايديك في اقرب وقت عم بشوفك هاي الفترة شوي عم تهتم بنفسك اكتر عم تتطلع على نفسك أكثر مش أناني يعني لا وكأنك تعبت من الاهتمام بالناس وما عم حدا يهتم فيك عم بتكون شوي تهتم في نفسك وهذا إشي رائع يعني بالعكس عم بتحب عيوبك عم تتقبل نفسك كما هي هذا الشي كله بيزيد طاقتك كله عم بيصير عندك طاقة إيجابية في هذا الموضوع وكأنه الطرف الثاني عم بحسسك أنه أنت شوي يعني عم بتكون قليل او يقلل من قدرك ولكن انت عم تعمل العكس بالعكس عم تنمي حالك عم بتكون بتشتغل في في اتجاه معاكس ما عم تحقق له اللي بده اياه يعني. خلينا نشوف بالعاطفه شوي لبرج العذراء رح اعتمدهم على فكره لا والله ما رح اعتمدهم لانه تكرروا <applause> خلينا ناخد كروت بشكل عشوائي عشان ما يتكرروا شوف هون بشوف في عندك صراع مع الشريك رح ينتهي هذا الصراع على خير عم بتكون كتير عصبي على الشريك او الشريك عصبي يعني هاي القراءة بتكون عامة وعكسية القراءات العاطفية مثل ما بتعرفوا عم بتكون كمان بدك تستعجل بالعلاقة بدك تعمل تطورات كبيرة بالعلاقة عم بتروح العلاقه لناحيه جديه اكثر ما هي آه كنت انت مبلش يمكن في العلاقه كهيك آه انت او الطرف الثاني آه كعلاقه عابره وعلاقه عاديه ولكن عم بشوف تطور في هاي العلاقه شوفوا هون العلاقه الثلاثيه عم تنتهي في, في طرف ثالث في عائق يمكن يكون في كذا هذا عم ينتهي لانه الكارت طلع مقلوب فنكون مطمنين اذا كنا عم شاكين او كذا بالشريك او بخيانة الشريك قلت لك قبل شوي انك عم تهتم في حالك فبين عنا انه من ناحية عاطفية تكرر عنا تقريبا نفس المعنى I am always rewarded for all I do يعني انت بتستحق كل اللي, اللي عم تعمله عم تستحق انك تاخذ الجائزة عليه او انك تربحه فعم بشوف عم تضيع كتير مش عم بتضيع عم تبذل جهد كبير بالعلاقة وهذا ما رح يروح عليك انت مفكر انه انت الخسران او راح عليك كثير لا مبين كتير انه شوف في هاي الفترة كان عندك طاقة سلبية ما بعرف شو هي يعني حسد عين سحر ما بعرف هاي عم تنتهي هذا الشهر ليش لانك عم تستشفي بايديك التنتين عم بتحاول الاستشفاء عم بتحاول انك تستشفي شوف هاي الامور كانت مسبب كانت مسببه تاخير معين تاخيرات في الحياه في العلاقه العاطفيه بما انه فتحنا على العلاقه العاطفيه ولكن شوف ايش في ورا ورا الاستشفاء في ورا الاستشفاء كتير امور او اماني رح تتحقق وكانه هذا الموضوع الطاقه السلبيه كانت حاجز بينك وبين امنياتك فبشوف امنياتك ممكن تكون في الحب يعني اكثر من ممكن تكون في مواضيع تانية مع انه احنا فتحنا على القراءة العاطفية قلنا انه جلد الذات او التفكير في الاخرين رح يقل رح تفكر اكثر في حالك دايما كنت تسأل عن الشريك او تهتم بالشريك زيادة عن اللازم الان عم تنقلب الآية هو عم بيكون كتير معصب وسترس في الفترة الجاي عم بحس إنه إنت عندك طرف تالت ممكن عم يشك شوي عم بغار شوي وهو المطلوب فعم بشوف كتير إنت عم تربح المعركة ولكن خلينا نقول بسلاح ناعم بطريقة ناعمة مع إنك بالماضي كنت إستنى الكارما كنت بدك حبيبك أو شريكك يكون خلينا نقول في ضائقة في ضائقة في مشكلة في كذا فلا بالعكس انا بشوف في التقاء بيناتكم هون بشوف العزاب العزاب في فرصة حلوة يعني قدامكم خاصة من برج مائي ممكن يكون في ناس رح تترك القديم وتبلش قصة جديدة تبلش قصة جديدة مع شخص جديد مختلف تماما في الصفات من عن الشخص القديم برضه يكون مائي شايف هاي الحياة الجديدة رح تكون أحلى رح تكون فيها مشاعر أكتر فيها عدل أكتر إذا هذا كان بشكل عام للعاطفة الطاقات زي ما أنتم شايفين في ترابية في نارية وعم بتكون كمان مائية وفي برج الدلو كل شوي بيطلع لي <applause> في عندك حبيبي كمان انتصار بالعاطفة انتصار مؤجل لكنه مية بالمية رح يتحقق كارت طلع مقلوب في تأخير بهذا الموضوع ولكن هو موجود رح يتحقق يمكن مش بهاي الفترة اللي احنا قلنا عليها يمكن انتصار هو على طرف الثالث لان الطرف الثالث بيّن عنا بوضوح فخلينا نشوف بشكل عام شو النصيحة اللي ممكن تقدم لنا اياها الكروت لبرج العذراء